السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد شاهين من مصر، حاليا في تايلاند جنوب شرق آسيا. بنقدم لكم قناتنا على اليوتيوب تايلاند محمد شاهين عجائب وغرائب. الهدف من القناة تقديم عمل مفيد، الهدف من القناة الأثر. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الأثر هو العمل اللي انت بتعمله يبقى لك بعد الموت. ان شاء الله تجدون في هذه القناة معلومات مفيدة، ممكن ترفيه واكيد نصيحة. هنلاقي معلومات عن الشعوب وممكن معلومات عن الأديان، وساعات نلاقي حاجات غريبة، التدبر في خلق الله، ممكن أسئلة واستشارات، اللي عايز يسافر، العملة، النظام، الفيزا. نوعدكم ان شاء الله بشيء جديد. اشتركوا معنا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد.